مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب بن سليمان بعد غيابي لمدة طويلة نهزت 10 سنوات. موسم سيدي محمد بن سليمان يعود من جديد، الصورة أمامكم أجواء جميلة جدا وأجواء رائعة بقلب هاد الملعب وهاد المحرك، حيث جو رائع، جمهور غفير جدا. الصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام، أجواء مثيرة ومشوقة للغاية مشاهدي قناة شوف تيفي. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، أجواء رائعة وجميلة جدا هنا بقلب هاد المهرجان. كيف ما كتشوفوا معايا الصورة أمامكم، جمهور غفير جدا، أجواء رائعة مشاهدي قناة شوف تيفي، كتشوفوها بقلب هاد المحرك. عودة موسم سيدي محمد بن سليمان بعد غياب طويل، الصورة أمامكم مشاهدي قناة شوف تيفي، أجواء رائعة، أجواء مثيرة ومشوقة للغاية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي. أمامكم الصورة هكذا هي الأجواء، فأجواء رائعة ومثيرة، والفرسان يستعدوا طلقات جميلة جدا. شوفوا معايا هذا الجمهور الرائع وهذه الأجواء الجميلة، شوفوا معايا الخيل تبارك الله. أمامكم الصورة على المباشر من قلب هذا المحرك، حلقة جميلة جدا. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي دائما على المباشر، فأجواء جميلة وأجواء رائعة هنا قلب هذا الملعب، الملعب اللي كاين بالقرب من حي الوازيس. هذه الأجواء مشاهدينا الكرام، حيث كيف ما ذكرت أجواء رائعة وأجواء مثيرة مشاهدينا الكرام. إذن دائما الصورة أمامكم على المباشر، أجواء جميلة جدا وأجواء رائعة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي هنا بقلب هذا المحرك، جو رائع، جو جميل جدا. الصورة أمامكم من قلب هذا المحرك مشاهدينا الكرام، كيف ما ذكرت بعد غياب لأكثر من 10 سنوات موسم سيدي محمد بن سليمان في حلة جديدة، أجواء خاصة في هذه الدورة، والصربات تستعد للتوقيع على عروض مبهرة في فن التوريضة. إذن مشاهدينا الكرام، بقى لي أن أدعوكم إلى